اذن اصلح بصوتك، اصلح بملاحظاتك الجميله. انا اقول هنيئا لنا صراحه في مثل هالبرامج، مثل هالشباب. الله اكبر. انا اعتبرهم يعني امانه يعني مشيدين جاهزين، الا شوي بس جاهزين، مشيدين جاهزين بالاداءات اللي قاعدين نسمعها. انس يعطيك الف عافيه، سلطنه على اخر شيء، بالذات وقت الكورال السلطنه كانت جدا رائعه. رجوعك او تسليمك للكورال كان في ذكاء منك. الزمن فرق معك في الكوبليه الاول في الدخول، ولما رجعت بعد الفاصل هي اول تجربه لي روعه. وفي البدايه صراحه كنت شايل هم روعه، وانا كنت وانا عارف الهم اللي انت شايل. كلكم عارفين انا بس اكون صريح معك، تجاوزت نسبه كبيره الشيء. انا امانه ما كنت متوقع اقل من كذا بالنسبه للزمن. الله يطمن قلبك يا شيخ. تجاوزت شيء كبير، القادم افضل وباذن الله. يعني حلوين حلوين. والله انا اليوم مفتخر جدا بالشباب والشيء اللي قاعد. كفو هيثم، واحنا في الحلفاء هنا نفتخر في امثالك انت وجهاد، وانت وعبد الوهاب وشمراني وياسر وابو عبد المحسن، ومين نسيت كان معنا انا ولا خلص خلصتوا؟ طيب الله يعطيكم الصحه والعافيه. شكرا انس، في امان الله.